سجلنا حضور جميع طواقمنا العاملة في المكاتب والمراكز 100% من حضور رؤساء مراكز الاقتراع. عندنا 4222 مركز اقتراع ومساعدي رؤساء المراكز 6336، وطبعا أعضاء ورؤساء المكاتب وعددهم 30036 عضو ورئيس مكتب اقتراع. كل هؤلاء لديهم طبعا إسناد من قاعة عمليات جهوية للمتابعة والتأطير فيها 500 عون، منسقين محليين 256 منسق محلي، أعوان رقابة الحملة 632 مراقب، والأعوان الإداريين 300 عون إداري في مختلف هيئاتنا الفرعية. كما تعلمون تم في المرحلة الأولى شحن المواد الانتخابية من المخزن المركزي بالوردية إلى 27 مخزن جهوي يومي 20-21 جانفي 2023، ويوم 28 جانفي 2023 تم شحن تلك المعدات من المخازن الجهوية إلى مراكز الاقتراع وعددها 4222، ومنذ ليلة البارحة كانت جميع المعدات جاهزة في جميع مكاتبنا ومراكزنا، وتم اعتماد 369 مسلك لتوزيع المواد الانتخابية على 4222 مركز اقتراع. طبعا مسالك التوزيع تؤمنها خاصة قوات الجيش الوطني والأمن الداخلي. الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب أيضا سجلت عدد جملي للاعتمادات تقريبا 20380 بطاقة اعتماد، فيهم 3971 ملاحظ محلي، 401 ملاحظ دولي، 14537 ممثل مترشح، 1193 صحفي وتقني، 219 صحفي أجنبي، و52 من المترجمين. العدد الجملي للمسجلين طبعا تعرفوا أن المسجلين في 131 دائرة هما 7,853,447، ينقسمون إلى 5,827,949 مسجل إراديا بنسبة 74.2%، و 2,025,498 مسجلين آليا بنسبة 25.8%. وهؤلاء المسجلين في الدوائر 131 ينقسمون إلى 51% من الإناث وعددهم 4,007,619، و 49% من الذكور وعددهم 3,845,828، ولديكم أيضا توزيعهم حسب الفئات العمرية. المترشحين للدور الثاني كما هو معلوم للجميع هما 262 مترشح يتنافسون على 131 مقعد في 131 دائرة، منهم 13% من الإناث و 87% من الذكور، ويتوزعون حسب الفئات العمرية حسب المعطيات الموجودة لديكم. طبعا اليوم إن شاء الله الهيئة ستؤمن نقاط أعلامية نواكب فيها خاصة سير عملية الاقتراع، نسب الإقبال الأولي احنا توا تقريبا عندنا ساعة برك مازال ما ردتناش يعني نسب محينة، ولكن النقطة الموالية سوف ننطلق في أعطاكم أرقام حول نسب الإقبال في هذا الدور الثاني وصولا إلى آخر نقطة اللي المفروض تكون 7:30 إن شاء الله بعد مساء هذا اليوم، اللي مش يتم الإعلان فيها عن النسبة النهائية خلينا نقول لنسب الإقبال. كيف كيف نعطيكم أول بأول كل المعطيات حول سير العملية، إذا كان فما مخالفات أو تجاوزات طبعا مش يكون عندكم علم بها، وانطلاقا من هذه الليلة ويوم غد طبعا مراكز التجميع سوف تشرع في تجميع النتائج الواردة عليها من مراكز ومكاتب الاقتراع، وإن شاء الله مش يكون على موعد طبعا مجلس الهيئة للبت في النتائج الأولية للدور الثاني والإعلان عنها بصفة رسمية. شكرا.